اول طوق نجاه بنتكلم عليه في حرب الفكر هو ان انت لازم تمنع مصادر الافكار الشريره ومصادر الافكار السلبيه. طب يا بونا لو انا معرفش اذا كانت دي حرب ولا انا رجلي متزحلقه كده وخلاص، يبقى لازم تبتدي تمتحن الافكار. لو انت عارف ان ده فكر شر، افكار واضحه جدا زي النجاسه ما فيهاش كلام، زي الطمع ما فيهوش كلام، انما لو في فكره كده واقعه في حته رمادي، واخدين بالكم؟ خلي بالكم ان داود النبي ما كانش دريان باللي عمله الا لما نسان النبي ربنا بعته ليه واستخدم كده قصه وقال له كان واحد عنده جاي له ضيف وراح بص على النعجه الغلبانه اللي عند جاره الغلبان وساب عنه العجول بتاعته واخد، قال له لا ده احنا نموته، قال له انت يا داود فعلت. ساعتها داود فاق. اذا وارد قوي اني انا اكون واقع في حرب فكر ومش دريان، واقع في حرب فكر وعمال اعمل باعمال ومش دريان ان انا واقع، ودي تبقى واقعة سودة بقى، يعني زي الطمع كده، واحد يكون داخل عمال يدوس على كل الناس اللي حواليه وعمال يقول ده حقي ده حقي ده حقك وتبهدل الناس حواليك، ده حقك وتاكل اكل اليتامى، ويعني وازاي تسمح لنفسك انك تعمل كده، ده الفلوس دي هتبقى نار، نار في حساباتك، نار في جيوبك، نار في بيتك. ده ربنا هو قاضي الارامل والايتام، انت بتقف قدام ربنا لما بتطمع في حاجة مش بتاعتك ومتبقاش دريان. ممكن وساعتها الواحد ربنا على فكرة مش بيسيبه، بيبقى قال واحد واثنين وثلاثة، مرة واثنين وثلاثة يعني. وهو الانسان عامل زي داود، عمل عملته ايه وضميره متخدر، ما اقدرش اقول ان ضميره مرتاح، انما ضميره متخدر او هو مدي تبريرات لنفسه. عشان كده اصعب حروب الفكر لما الانسان يبقى مش دريان ويبقى بيخدع نفسه وبيبقى ساكت عشان عمال يبرر لنفسه ويخلي الناس اللي حواليه هم اللي غلطانين ويعمل اسقاط عليهم.